الله يمسيكم بالخير اخواني واخواتي. طبعا شفتوهم الان قدامكم، هذه مجموعه الفنادق والمنتجعات السياحيه اللي تملكها كتار للضيافه التابعه لجهاز قطر للاستثمار، منشات حول العالم، منشات داخل دوله قطر. وراح انزل لكم الان ايضا مجموعه صور لهذه المنتجعات وهذه الفنادق، بنشوفها مع بعض. طبعا اللي شفتوها هذه هي عبارة عن مجموعة من الفنادق تم تطويرها وتحديثها وإعادة تشغيلها حول العالم لفنادق ومنتجعات سياحية مثل ما شفتوا. الآن برويكم غرفة نموذجية، يعني لو بتروح رفل سنغافورة راح تلقى نفس هذه الغرفة قدامك. خلينا نشوفها مع بعض. طبعا تشوفون الآن قدامكم إخواني وأخواتي هو الشكل النهائي لغرف فندق رافلز سنغافورة. طيب أنا في وين حاليا؟ أنا طبعا في قطر، ولكن أقول لكم الشكل النهائي للغرف اللي تم اعتمادها من كتارة للضيافة لمجموعة الغرف اللي بعد التحديث والتطوير لفندق رافلز سنغافورة. اللي بيزور سنغافورة راح يشوف نفس هذه الغرف بالضبط بكل أشكالها. اللي شفتوه طبعا هذا هو رفل سنغافورة، وهذا نموذج الغرف راح كيف راح تكون وتم اعتمادها بشكل رسمي. نرجع للدوحة، وانت جاي من الجنوب للشمال وقبل ما توصل للسفارة الأمريكية على يسارك، في على اليمين في هني مشروع قائم. وأنا واحد من الناس صراحة كنت أسأل أقول إيش هذا المشروع وحاول أعرف هو شكله، ما تعرف هو فندق، هو قاعة أفراح، ما تعرف إيش هذا. اليوم الإخوان في كتار الضيافة وضحوا لنا الصورة، هذا اسمه منتجع المسيلة. هذا المنتجع راح يكون بدرجة 6 ستار، خلينا نقول عبارة عن فندق، برك سباحة، منتجع، فلل، محلات، شيء فعلا نفتخر فيه. وحاحاول الفترة القادمة بإذن الله تعالى أن ندخل ونصور المكان إذا سمحوا لنا. لهم ألف شكر وتقدير.